كانت تحمل ثلاث معادلات لتأهل فريق على حساب الآخر. الأهلي أمام حتمية الفوز، والاتحاد الفوز أو التعادل الإيجابي. الفريقان أمام تحديات متباينة، تبقى مباراة صعبة ومعقدة تتطلب تركيز وجهد كبير. كل فريق بشعار شكسبيري، أكون أو لا أكون. غايب لمدة 3 أسابيع. معاد منطقة الجزاء، خطيرة من معاد. محمد منير يرفع كرة داخل المنطقة، تصدي بالحارس، والهدف. الأهلي سجل، أيوب في الشبكة، أيوب جول. الأهلي يتقدم 1-0. الأهلي يتقدم على صعيد النتيجة. شوفوا الإعادة، كرة في المتناول، أخطأ معاد، لمسة من أيوب، الأهلي وحده. الأهلي يتقدم وتتغير النتيجة 1-0 في ديربي تريبولي في ملعب بابلينا. الأهلي يبحث عن هدف ليتحرر أكثر. هاد أمامنا كرة اصطدمت بيد سند غازي، الكرة برا، خطيرة من غازي، خطيرة جدا من